العزية. العزية لازم لما تتعمل لازم تتحط في الصينية زي ما حضرتك كده شايفة وتسيبيها فترة، ما تدخلهاش صبيها ودخلها الفرن على طول. سيبيها تعمل طبقة من فوق، وبعد كده الطبقة دي اللي هتعمل القشطة أو الوش اللي هتشوفيه إن شاء الله دلوقتي. بس قبل ما تخش الفرن بعمل تكة حلوة قوي بقى، بدهن سمنة بلدي عليها من فوق وأدخلها الفرن، فبتبقى في حتة تانية خالص. شايفة الوش بقى؟ آه الوش فعلا جامد معايا هوت، فبالتالي تظبط معانا الوش وتطلع زي العسل إن شاء الله. طيب أمال لو صبتيها ودخلتها الفرن على طول تفور منك، تطلع فايرة كده وتطلع بره الصينية. لكن لو أنت سبتيها حوالي 10 دقايق ولا ربع ساعة ما بتفورش منك وبتطلع معاكي مظبوطة. قديها معلقة سمنة بلدي كده حلوة، تطلع زي العسل إن شاء الله. حط سمنة بلدي عليها من فوق، هتطلع لك أحلى عزية مكرمشة من فوق. وإحنا ساعات بنيجي ناكلها بنلاقيها كده مش مظبوطة ناشفة من فوق، لازم بعد ما تصبيها تسيبيها، تسيبيها شوية وبعد كده تحط عليها معلقتين سمنة بلدي، فعمرها ما تفور منك في الفرن أبدا. العزيزية يا أستاذ جيمي بتزغرط، بتزغرط في الفرن. نطلع يلا تبرد دي، تقطعيها بالهنا والشفا. العزية الجميلة، بصي هاتي لتر من الحليب عشان بس الموضوع سهل جدا جدا، يعني اقوم واخد عندي وهو بيغلي كده حاطط شويه كده فيه هنا، يعني حوالي ربع لتر كده هنا ماشي اهو. كلام جميل. واقوم واخد نص كيس بس من المكرونه القلم مثلا، واكون سالقها سلقه كامله واديله. دون اي اضافه اي حاجه تانيه مع الحليب ماشي. نعمه يا باشا، نركن ده جانبا هنا. هنا انا بضيف بعمل حركه حلوه قوي، اللي انا بضيف نشا مع الكاسترد مع بعض للعزيه، فبتطلع اللون الحلو ده، اللون مش الابيض، لون بيبقى فيه حاجه بسيطه جدا من الكاسترد فبيديله طعم حلو وبيدي ملمس حلو. شايف اللون عامل ازاي؟ يعني انا بحط مثلا على اللتر من الحليب 3 معالق، معلقه كبيره من الكاستر قدام حضرتك اهوت، ويعني ده اختياري بس طبعا بيخلي طعمها كريمه طهي. يا جماعه بقى كريمه طهي، نص كوبايه من كريمه الطهي. اه طبعا ده بيساعد على الوش وبيساعد على كل حاجه بصراحه يعني، وبيخلي لو لبن جاموسي فلاحي اصلي ما تحطيش كريمه طهي، لو هتجيبي حليب شركات لا حطي كريمه طهي عشان ايه الدسم بتاعه يبقى قليل شويه. نقلب دي مخدومه مخدومه دي كده ماشي. كل ده مع بعضه نقوم شايلين ديت، وجايبين عندنا السكر نص كوبايه، شوية فانيلا صغيرين، كله مزيكا على الحليب يا باشا اللي موجود عندي على النار. واسوي الاول الحاجة دي وبعد كده اضيف المكرونة اخر حاجة. موضوع سهل. لما يعني ما استعجلش اقوم ضيف المكرونة، لا استنى شوية على المكرونة لان المكرونة اصلا مستوية معايا. فسوي الاول النشا مع الكاسترد وبعد كده السكر، فبص اللون اصلا بتاعها عامل ازاي وكريمه الطهي. العزيزيه الخطيره، عندك لبن جاموسي اصلي فلاحي ما تحطيش ايه كريمه طهي، هتجيبي لبن شركات لا حطي شويه كريمه طهي كده ربع كوبايه ولا حاجه.
لان بيبقى فيها القشطه بتبقى والدسم طبعا بتخليها اعلى، فبالتالي بتخلي اللون نفسه يبقى حلو وهي طالعه من الفرن، والطعم طبعا في حته تانية. لكن اللبن الفلاحي الاصلي الجاموسي بقى بتلاقي القشطه بتاعته كده حوالي قيمتها 3 او 4 سنتي. والله ما. والله 4 سنتي كده حلوين كده قد كده. واخد وش على طول اهو. تعالى يا باشا نقوم شايلين دي كده. ون ايه؟ ناخد عندي المكرونه. بعد ما استوت نقوم حاطين عندنا المكرونه والحليب. عليها بعد ما سويناها بعد ما هرسناها كويس. الصلاة على النبي. شوية عزية. استأذنكم عشان تدوني شوية سكر صغيرين، حاسس يعني انا حاسس ان هي محتاجة سكر صغيرين. لا والله شكرا. لا والله ده السكر مظبوط جدا، حلو قوي. على فكره مش سامعكم ها، عشان بس ايه مش سامع اي حاجه. ادي سمنه يا جيمي. سلام بقى لو معلقتين سمنه بلدي بقى كده اهو اديله. وقلبت اهي سعاده الباشا. شايفه اللون عامل ازاي اصلا؟ اللون بتاع الحاجه نفسها عامل ازاي؟ وهم. نخش كده ونقوم رايحين عندي على الصاج. الله، وده الشغل العالي اهو. الزيتين كده حلوين زي ما حضرتك كده شايفه. ونقوم سايبين يا باشا الصاج ده هوت الجميل ده ياخد طبقه، ما نحطش اي عليه اي حاجه، والسمنه البلدي جنبه. هو داخل الفرن نبدا نديله حاجه بسيطه جدا من السمنه، ياخد الوش يتقطع بقى خرط بقى ويتقطع ويتاكل بالهنا والشفا. اصحى للعزيزيه الثانيه. بص عامله ازاي؟ انا عم ادور على الجرافزوطه اهي. اوه السمنه البلدي عامله فيها شغل. ادي الثانيه اهي تبرد وتتقطع بالهنا والشفا. شايف العزيزيه اللي احنا عملناها على الهواء يا جيمي؟ بص بص يا باشا اهيت بدات تجمد صح؟ اهيت وتعمل الطبقه اللي هي من فوق ديت، نقوم واخدين عليها من فوق كده سمنه بلدي كده. اي سمنه عندك وتقوم واخداها كده يا باشا. الله. ومدخلها عندك الفرن لحد ما تاخد الوش اللي قدام حضرتك. بص يا خال ابرد هتعرف تقطع. سخنه مش هتعرف تقطعها اهي. بشاميل يابا. يبقى فهمت التكه بتاعت العزيه ايه بقى؟ اديها معلقه كاسترد بس كده وشوفي الموضوع هيبقى ماشي ازاي.